فيما يتعلق بمكافحة التستر، أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الأمس، وكلكم تعرفون البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي شكل مؤخرا ويضم 10 جهات حكومية هي المعنية بعمل المنشآت التجارية والرقابة عليها. أعلن أن كافة التموينات والبقالات هي ملزمة بتوفير نقاط الدفع الإلكترونية في يوم الأحد 10 مايو، وتكون هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الأولى بدأت بمحطات الوقود وكافة الخدمات التي هي موجودة فيها من تموينات ومن مغاسل سيارات ومن بنشر ومن ميزان وغيره. كافة المنشآت هذه تم إلزامها في منتصف عام 2019. المرحلة الثانية كانت ورش صيانة السيارات. المرحلة الثالثة كانت الخدمات الشخصية مثل الحلاقة والمغاسل وغيرها، وهذه المرحلة هي المرحلة الرابعة والتي هي البقالات والتموينات، وصولا إلى كافة الأنشطة من مطاعم ومحلات بيع بالتجزئة وإلكترونيات وملابس، هذه في المرحلة القادمة. وعندما إن شاء الله بعد 4 أشهر من الآن في أغسطس 2020 ستكون كافة منافذ البيع ملزمة بتأمين الدفع الإلكتروني لكافة روادها ومتسوقيها.